واحنا بنتكلم على تنظيم بطولة رائعة بهذا الشكل، ما عندناش مشكلة لا في إقامة ولا إعاشة جميع المنتخبات المشاركة، 32 منتخب أول مرة تحصل في التاريخ في بطولة زي دي، بطولة العالم لكرة اليد. طب إحنا النهاردة يعني ترتيبنا كام في موضوع السياحة الرياضية؟ أنا عارفة إنه السياحة الشاطئية مصر رقم واحد فيها، لكن إحنا النهاردة فيما يتعلق بجميع بقى السياحات، إحنا عندنا سياحة علاجية، عندنا سياحة رياضية، ليه مصر ما بتستغلش هذه المقومات اللي أعتقد عندها مقاومات بشكل كبير؟ ليه ما بتنظمش بطولات زي ديت من هذا النوع بعيدا عن الجائحة؟ يعني المعسكرات افتكر انه اقرب دولة في يعني في نجاح، يعني من البلاد الناجحة في تنظيم الحاجات ديت هي دبي، يعني اقرب حاجة لينا، صح؟ مصر ما يعني ليه لحد دلوقتي ما استغلتش ده؟ طيب نتكلم الاول على استفادتنا من البطوله دي، تنظيم مصر للبطوله، المكاسب يعني مكاسب مكاسب على اي مستوى، مكاسب الدوله المصريه من تنظيم البطوله. احنا كنا بنتكلم ان هي مخاطره، لكن الشعب المصري او الدوله المصريه او الحكومه ما بتاخدش الموضوع مخاطره، بتاخده ثقه في الشعب، ثقه في الناس اللي بتشتغل، ثقه في الدوله، ثقه في الحكومه، ثقه في الاجهزه. فكانت كل اجهزه الدوله قامت بدور كبير جدا. وزارة الصحة مجهود يعني غير طبيعي، مساحات ال 2500 او 3000 واحد بيتعملوا مساحات كل 48 ساعة، ده حاجة غير طبيعية، غير طبيعية يعني. لكل 30 فرد موجود في اي مكان في دكتور خاص بيهم، يعني الفريق له دكتور، احنا مع وزارة الصحة معانا دكتور لكل فريق، لكل 35 فرد كمان لو ميديا او ستاف من الفندق او من اللجنه المنظمه، فمعمول لها كالكوليشنز بيبقى فيها دكتور، في عياده موجوده، في معمل تحاليل، في اشعه، في صيدليه، في كل اوتيل جوه يعني الفندق، جوه الفندق اسعاف، عربيه اسعاف، عربيات مش عربيه واحده، غرفه عنايه مركزه بعربيه اسعاف بتنسف كير، كل حاجه مجهزه. فده دور وزاره الداخليه، ان الناس بتيجي من المطار، من الطيارة، بتنزل من الطيارة، الباص بتاعهم اللي هو ياخدهم للأوتيل واقف تحت الطيارة، دي ما بتحصل أول مرة تحصل في مصر لبطولة. اتعملت كل الإجراءات الأمنية بما لا يخل بالأمن المصري، بما لا يخل بالإجراءات الأمنية اللي تحفظ هيبة الدولة المصرية، فيبقى ده دليل قوة الدولة أكيد. في اتخاذ قرار زي ده، إن في لاعبين يجوا، لأن بس لها إجراءات، في كشوف بتيجي قبل كده، قبل ما الفرقة بتيجي فبتكشف على الناس، يعني الموضوع مش بس أوكي هات الناس ويدخلوا ويمشوا، لا لا لا، إجراءات قامت بيها وزارة الداخلية بكل أجهزتها فعلا يعني تستحق الإشادة. هيئة الطيران المدني، وزارة الطيران، وزارة الثقافة، وزارة هيئة العمل الاستعلامات، وزارة المالية في الجمارك، كل الناس دي اشتغلت 18 وزارة اشتغلوا في البطولة.